عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ضياء عبد الله في دقائق ألمانية. درسنا اليوم هو البريتريتوم تتمة. أخذنا الأفعال الشاذة والأفعال النظامية. اليوم في عندنا أفعال مختلطة، نص نظامي ونص شاذ. مثلا عندنا الفعل بغنن، الماضي منه مع الهابن، جي بغانت، جي بغانت. تمام. مع البريتريتوم ايش؟ قلنا بتضيف مع الاير زيس ايش؟ نفس الصيغة هون، 10 10 لما بيكون نظام. تمام. تيت تيست. هالافعال هي لاحقا نهائية نظامية، بس بالنص بيصير في تغيير. بغينن الاي بتتحول للا، بغانتي بغانتيست بغانتي بغانتي بغانتن بغانتي بغانتن. هون هالقسم نظامي، بس هالقسم يعامل معاملة الشاذ. تمام. الفعل الثاني عندنا غينن، غينن يعني يركض، في حركة مع الزاين. تمام. جي غانت، التصريف الثاني منه جي غانت، منتهي بالتي كمان. ايش البريتيريتوم؟ لاحقا النهائية تعامل معاملة النظامي. بس هون بيتغير، بتصير آ آ آ آ آ. وعلى نفس المبدأ هالأفعال هي كلها، نينن نفس الشيء كمان، الإي بتحول الآ تصرف. بغينن ونينن وغينن وكينن، هالأفعال هي نفس المبدأ، ما في داعي أعيد كلهم. غينن يعني يحرق، غينن يعني يركض، كينن يعني يدري يعرف، ها يدرك، نينن يعني يسمي. في عندنا دينكن وبغينجن. دينكن ايش؟ هاب جيداخت، التصريف الثاني منه جيداخت. بريتيريتوم تي تي تن تن تيت تيست. دختي دختيست دختي دختن دختيت دختن. دينكن بريتيريتوم منه ايش؟ دختي، التصريف الثاني ايش؟ هابي جيدخت. تمام. برينجن برينجن ich habe gebracht، التصريف الثاني منه ich habe gebracht. لاحقة نهائية مثل النظامي، بس هون عندك بصير تغيير. برينجن براختي براختن براختت براختن براختي براختست براختي
براختي، تمام. الفعل بغينجن يعني يجلب، بريتيريت منه ايش براختي، ايش هابه جبراخت التصريف الثاني، تمام. هنا الفعل فيسن، ايش هابه جفوست، ايش هذا التصريف الثاني، بريتيريتوم تن تيت تن تي تيست تي فوستي فوستيست فوستي فوستن فوستيت فوستن، تمام. ويسن يعني يعرف، التصريف الثاني منه ايش هابي جفوست، بريتيريتوم ايش فوستي. هلا بنجي للمودال فيربن. المودال فيربن كونن موسن دورفن فولن. في عندك زولن بعدين لحاله، زولن درس لحاله. التصريف الثاني منه جي كونت جي موست جي فولت جي دورفت. النقاط هاي كلها بتمسحها مع التصريف الثاني، تمام، وتضيف تي باخر شيء، بس عبارة عن تمسح النقاط وتضيف تي اخر شيء. كونن جي كونت موسن جي موست دورفن جي دورفت فولن جي فولت، تمام. هذا بالنسبة للتصريف الثاني. وبالنسبة للبريتيريتون كمان بتمسح النقاط ويصرف نظامي، مثلا كونن نظامي تي تي تن تن تيت تيست، بس ما في نقاط عندك. بريتيريتوم من كونن، كونن بريزنس الحاضر ايش كان، تمام، ايش كان هذا بالحاضر، ايش هابه جي كونت هذا بيرفكت، بريتيريتوم ايش كون تي، بس تمسح النقطتين وتصرف نظامي ايش كون تي دو كونتيست. نفس المبدأ الدورفن والموسن، موسن موس 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 دورف دورف مسحها النقاط عنهم هذول تي تي تيست تيست تي تي تن تن تيت تيت تن تي، تمام. صفي عندنا هدول فعلين ميشتن وموجن، هدول شوي بدهم حفظ. الفعل موجن التصريف الثاني منه موجن يعني لايك يحبذ، تمام. ايش ما اقدر نيش انا لا احبه، يعني معنى انه مو لي بيحب بمعنى الحب، ممكن يعني اخف من الحب، تمام. ممكن يحبذ التصريف الثاني منه مع الفعل هابن، مثلا ايش هاب جي موخت جي موخت، التصريف الثاني منه جي موخت مع الحاضر ايش ماك دو ماكست، تمام، اخذناه للفعل موجن 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 عفوا.
ميوجن، ميوجن يعني يحبذ. التصنيف الثاني منه شهادة جيم موخت. التصنيف الثاني طبعا ثابت مع جميع الدمار، جيم موخت. بريتيريتوم مختي مختست مختي مختن مختت مختن. الميجن بيتحول كأنه صار ميشتن، بس تحذف النقاط وتصرف تصرف نظامي. تمام. طيب الميشتن كيف بتصير؟ مشتن مع الحاضر ايش مشتن دو مش تيست، صح؟ التصريف الثاني منه ايش هابه جي مش تيت او جي فولت. التصريف الثاني منه ايش هابه جي فولت، تمام. التصريف الثاني منه يا اما جي مش تيت يا اما جي فولت، بس بالبريتيريتوم جملة بالحاضر تكون مشتن ترجعها بصيغة البريتيريتوم بتتحول للفولن. بالحاضر ايش مشتي بالبريتيريتوم ايش فولتي، ها فولتست فولتي فول تن فولتت فول تن. هو هذا البحث شوي معك. انا اعطيت اول شيء بس افعال، بعدين بنوظف بالامثله. تمام. اذا الموجن بيتحول كانه مشتم بالماضي، والمشتم بيتحول كانه فولن بالماضي. تمام. التصريف الثاني منه جيمشت او جيف فولت. خلص درسنا اليوم، اشوفكم خير في درس جاي.